بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده والله احنا جايين نتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن الأختين بتوع المنيا، ودوت مجرد إجراء تحفظي، لأن البنتين دولت موقفهم القانوني واضح 100%. إن النهارده القرار الإداري بتاع شيخ الأزهر بشأن إشهار الإسلام نص على ان الاشهار يكون سن ال 18 سنه، ومن كان دون ال 18 سنه فينظر في بلوغه، اذا كان بالغ فمن حقه ان هو يشهر اسلامه. فمساله ال 18 سنه هي الواضح منها طبقا للقرار انها مجرد تاكد من البلوغ. وبعد كده شيخ الازهر في القرار بتاعه بيقول ان اللي دون 18، جمهور علماء المسلمين بيقول انه من حقه ان هو يشهر اسلامه. طبعا احنا عندنا حاله سيدنا علي بن ابي طالب، ده كان صبي مميز ولم يكن بالغا واشهر اسلامه. غير كده كمان ان القانون الدولي وقانون الطفل بينص صراحه على حق، مش بقى البالغ، الطفل المميز في اشهار اسلامه. وهذا الكلام مصر موقعة على هذه الاتفاقية سنة 90، ومعلوم ان الدولة بعد ما بتوقع على الاتفاقية الدولية بتصبح جزء من القانون الاساسي للدولة وبتكون ملزمة بها. وفي حالة الطفل المميز القانون الدولي بيلزم الدولة في حالة تعرضه لخطر بشأن معتقده او بشأن آراءه السياسية ان الدولة تحميه. فاحنا بنتقدم بهذا البلاغ للنائب العام، بنقول كل اللي احنا طالبينه تقديم القانون، تطبيق القانون. احنا في هذا البلاغ مقدمين حاجة الحمد لله قوية جدا، هي دفاع الدولة في قضية مماثلة، هي قضية كانت سنة 2007، كان مقدمها المحامي ممدوح نخلة، كان رافع القضية الدعوة رقم 29512 لسنة 60 قضائية في مجلس الدولة، علشان قاصر أسلم أو قاصرة أسلمت اسمها سوزان عندها 17 سنة. والدولة نفسها بتقول الكلام في مذكرة الدفاع بتاعتها في هذه القضية، بتقول الكلام اللي احنا بنقوله. بتقول ايه؟ وفي حالة عدم بلوغ مقدم الطلب سن 18، ده كلام الدولة، احنا عاوزين نطبق اللي انتوا بتقولوه، مش اكتر من كده. سن 18 عاما تصدر له لجنة الفتوى شهادة اشهار الاسلام بشرط بلوغ سن الحلم وفقا لما تقدم عليه. وطبعا معلوم ان سن البلوغ من 12 الى 16 سنه ده بالنسبه للذكور. بالنسبه للاناث البنت ممكن كنا بنشوف جدودنا يعني بتتجوز عندها 11 سنه و10 سنين وكده، فدي بنات بالغه، واحده 15 او 16 ثانيه والثانيه 17 سنه. فهؤلاء من حقهم القانوني وحقهم الشرعي والاخلاقي وكل المواثيق الدوليه تمكنهم من اشهار اسلامهم، وده اللي احنا بنطلبه درءا للفتنه على الدوله ان تحمي عقيده الاغلبيه ولا تستفزها في عقيدتها، لان المساله ديت في غايه الخطوره ونحن نطالب دائما بالتهدئه. ولكن الاستفزازات اللي بتحصل ضد الاغلبيه العقيده بتاعتها هتكون وخيمه، وكنا نقدر نشوف اللي حصل في ميدان التحرير وغيره من الاستهانه بحق الشعب وبالثوابت بتاعته. بيحصل ايه؟ بيحصل الانفجار المفاجئ، وهذا ما لا نتمناه لمصر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بس عاوزين نقول ان ثوره 25 يناير اتت بمفاهيم الحريه والعداله والكرامه الانسانيه، وان هذه المفاهيم اتت لكل المصريين بكامل طوائفهم وبكامل اديانهم وبكامل اجناسهم واعراقهم. وبالتالي فاحنا عندنا نقطتين مهمين جدا، وهو النقطه الاولى انه في بنات اسلموا بكامل رغبتهم وخرجوا من بيوتهم علشان يمارسوا اسلامهم بشكل طبيعي، فتم يعني ادعاءات كاذبه عليهم ان هم اختطفوا وان هم في حاله من الاكراه والجبر على الاسلام، وهذا سبب تحقيقات النيابه طبعا الحالتين هم كريستين ونانسي انه هذا كذب وان هم لم يجبروا ولم يكرهوا ولم يخطفوا. دي نقطة. النقطة الثانية انه في تصريح لشيخ الازهر انه هؤلاء يقبل اسلامهم حتى لو لم يكن يعني في سن ال 18 سنة وقبل سن ال 18 سنة، لانه يعني كل علماء المسلمين اجمعوا على قبول الاسلام
في سن البلوغ، ده لا خلاف عليه، والبنات طبعا بالغات وان كانوا لم يصلوا الى سن ال 18 سنه. ثالث حاجه ودي المهمه، انه في قرار من النيابه بعدم تسليم هؤلاء البنات الى اهلهم والتحافظ عليهم في دور رعايه لحين اكتمال سن ال 18، ثم بعد ذلك يذهبوا لكي يشيروا اسلامهم او لا يذهبوا. فاحنا دلوقتي عندنا مستوى شرعي ومستوى قانوني. المستوى الشرعي الشيخ الازهر اثبت فيه انه هؤلاء يقبل اسلامهم. المستوى القانوني وده اللي احنا جايين من اجله، انه في احنا حاسين انه في بعض الضغوطات على البنات لارجاعهم لاهلهم عن طريق مقابلتهم موعدهم في الكنيسه، عن طريق ان هم ضغط من الاهل، او عن طريق تغيير بعض المفاهيم عندهم عن طريق الاخصائيين الاجتماعيين وهكذا. احنا بس هنا جايين بنقول انه بلغنا النائب العام حتى نصر على تنفيذ القرار القانوني، القرار القانوني اللي هو منوط به حمايه هؤلاء والمحافظه على حريتهم وارادتهم باختيار الاسلام وعدم تسليمهم لاهلهم حتى لا تحدث مشكله اخرى زي مشكله كامله شحاته وفاق وسلطين وغيرها. فقط يعني احنا على المستوى الشرعي شيخ الازهر تكلم، على المستوى القانوني نريد ان نطبق القانون، لان احنا اصبحنا او نريد ان نصبح ان احنا دوله مؤسسات ودوله قانون، فلذلك يجب احترام القانون. وجزاكم الله.